4-2 مفارقه تعاركوا حتى على الكره بنا كره يلعبوا الشوط الاول تلعبوا بكره الارجنتين والمفارقه تقدمت وفي الشوط الثاني لعبوا بكره الاورجواي وربحت الاورجواي والاورجواي هدف 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 1-0 للسلستي جول 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 الاورجواي في وقت الكلام عن الحديث في وقت الحديد والحديث عن حديديه الفريق الاورجواني 1-0 عن طريق ال 15 دييغو بيريز جول الاورجواي 1-0 من كره ثابته شوف الكرة شوف المتابعة شوف الراسية تالو وبيريز يحطها في الشبكة جول أوروغواي 1-0 أرجنتين شوف الكرة والمتابعة الله على الكرة الله على الإثارة في البداية 1-0 ما فيش كلام الكرة بكل المحيط دخلت في المحيط الأرجنتيني والمعسكر الأوروغواني يقول له استنانا يا خوزي